السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية وفي خير حال، كل سنة وانتم طيبين. احنا عندنا النهاردة مناسبتين حلوين قوي، اللي هي السنة دي طبعا واليومين دول، اللي هي العيد الصغير أو شهر رمضان وعيد الأم. فطبعا كلنا بنحب اما نهاجي طبعا امهاتنا او حماتنا، او ان احنا بنجدد في بيتنا بمناسبه العيد. فانا النهارده جايبه لحضراتكم اللي هي كفرات السجاد. طبعا اسعار السجاد دلوقتي بقت غاليه جدا، فاحنا بنعوض الموضوع دوت بان احنا بنشتري كفرات وبتحطيها، ما بتفرقش كتير قوي عن السجاده. دي حاجه، اول حاجه ان هي سعرها بيبقى ارخص، تاني حاجه ان هي بتبقى سهله في التنظيف وبتدينا نفس النتيجه وشيك. وطبعا ايه، انا جايبه لحضراتكم النهارده، اتفرجوا بقى جميع الاشكال وجميع الاذواق وجميع الاسعار. فارخص مكان هنا هوت في الساعه كرموز، هنا هوت في الشارع الثاني اللي هو خلف شارع الترام. هقول لكم دلوقتي ان شاء الله العنوان بالظبط. احنا طبعا في اسكندريه، عشان في ناس بتقعد تسالني احنا في اسكندريه ولا احنا فين بالظبط. فانا محافظه، احنا هنا ان شاء الله في محافظه اسكندريه في الساعه كرموز، ارخص ابو شهد. ايوه تمام بالظبط كده. هو تقول لنا عنوانك بالظبط فين. هنا المكان زي ما حضراتكم شايفين فيه كل الحاجات. باب سدرة. ايوه في الساعه كرموز، شارع في باب شارع باب سدره. تمام، اللي هو الشارع الثاني اللي هو خلف شارع الترام. ابو شهد مميز في الحفظات، من خفيف لتقيل، اسعار زي ما انت عايزه. تمام، احنا دلوقتي هنشوف الاشكال وهنشوف الايه الاسعار. اهي بصوا حضراتكم، هي دي بكام دي لو سمحت؟ ايه يا باشا؟ 370. 370؟ دي اللي هي طبعا دي الالوان اللي هي الكشمير. دي حضراتكم عارفين ان دي الالوان دي طالعه موضه، بسم الله ما شاء الله. دي كام في كام دي؟ الوانات اهي دي 2.5 في متر و60. 2.5 في متر و60 بكام؟ ب 370. طبعا ايه الاسعار السجاد بصراحه الايام دي غاليه جدا. فطبعا الكفر الناس كلها بتستسهل. أيوة. طبعا الكفرات زي ما بقول ان هي تبقى سهله في التنظيف، لان كمان اسعار التنظيف بتاعه السجاد بقت غاليه جدا. السجاده بتعدي ال 50 جنيه تنظيف بس. هنشوف بقى. وفي كمان اللي هي الدفايات، في عندك اشكال منها اهو، شايفين اهو. بص ما شاء الله، بص يا جماعه مش هتصدقوا ان دي كفر اصلا. بص لو ديت اصلا مفروشه، بسم الله ما شاء الله. اهي بصوا حضراتكم، سجاده مش كفر. بصوا الظهر بتاعها منقوش، شايفين؟ يعني مش هتفرقيها عن السجاده خالص. بكام دي بقى اللي هي كده برضو؟ ودي ما شاء الله برضو جميله، بسم الله ما شاء الله، حلوه قوي. دي بكام بقى سعرها؟ دي 2 في 3 دي 550. دي 550. دي قطيفه وش وظهر غسيل وفرش. بصوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله، بصوا الخامه بتاعتها، بصوا الالوانات اهي ماشي، وبصوا ظهرها ما شاء الله اهي. بصوا كمان يا جماعه ظهرها دي ب 550 الاثنين في 3. بصوا انا متهيألي ان هي دي كمان ممكن على فكره تتفرش على الوش وعلى الظهر كمان من شياكه الظهر. بصوا انا هفرج حضراتكم ظهرها، بصوا ده ظهرها والله في منتهى الشياكه. بصوا وادي وشها حلوه جدا اهي، زي ما قلت لحضراتكم دي ب 550. تمام، بصوا بقى اهي اشكالها بقى كلها وموديلاتها. ده اللي هو العادي، هنشوف دلوقتي ده سعره كام. برده ده جميل جدا برده، بصوا اهي. بصوا دي الاشكال اللي هي بقى بتاعه العادي، هو بس هيخلص اللي هو ده العادي بقى. ده بكام؟ ده العادي التركي 350. ده ب 350 اللي هي الاثنين في 3. بس ده النضيف اللي ما بيرميش وقع على السجاد. بصوا يا جماعه اهو ما شاء الله ولا قوه الا بالله، ب 350 ده العادي كل الالوان دي. بصوا اللي هو اللون اللي هو الاحمر ده، تمام، واللون اللي هو الرصاصي الغامق ده، تمام، ايوه ده أوه. وده اللون اللي هو الفيروزي دوت او البترولي ده، ده بترولي بس هو باين كحلي بس هو بترولي. موبلان. وده ده بقى اللي هو خفيف ارخص حاجه ديت، يعني حاجه متهوده. دي 250. دي 250 الاثنين في 3. هناك برده 550. بسم الله الرمات كلها عاليه ماشي. دي برده 550. بصوا حضراتكم دي سجاده، بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله، سجاده سجاده يعني بسم الله ما شاء الله.
بصوا حضراتكم اهي، بصوا بصوا الظهر يا جماعه. ماشي انا معاكي. بصوا ده ظهرها وده الشهر 550. هنا يا جماعه في الساعه كرموز اللي هو شارع باب سدره اسكندريه. بصوا وادي، بصوا اللون ده هو الازرق ده برضو. بصوا فيها فرنشا اهي، وكمان ظهرها زي ما حضراتكم شايفين. بصوا الظهر ما شاء الله شيك قوي، وتقفيل نجيف. ده اللي هو التركي، الكفر التركي للسجاد. بصوا الاشكال برضو هنا، وفي كمان مشايات يعني. ده جمال الاحجار، ده سجاد اهو، وده اللي هو الكفرات اللي هي التركي الثانيه الخفيفه. بصوا برضو ظهره مش باين هو طبعا عشان الشمس. انا عايزه اجيب حته كده يكون دل اهي اهي. بصوا بصوا حضراتكم، بصوا الموديلات دي اهي. بصوا يا جماعه كل الاشكال، بصوا كل الالوان. ماشي، والمشاية بكام بقى؟ 220 متر في 2 متر في 3. ماشي بصوا اهي، بصوا دي يمكن دي عشان لونها غامق شويه. دي المتر في 3 اللي هي دي شايفينها يا جماعه ب 220. متر في 3 270 اللي هي 200 دي متر في 3 270. متر في 2 220. المتر في 2 ب 220، والمتر في 3 ب 270. تمام اهي. بصوا ادي الاشكال برضو اهي. بصوا يا جماعه اهي، هو ربنا يستر. ماشي بصوا الشكل ده كمان جميل قوي، في اشكال ياما منها، اشكالها كتيره يعني. هتلاقي كل الالوان اللي انت حباها اللي عندك، واللي تمشي مع العفش بتاعك مع الالوان اللي عندك اهي. متر في 3 مش متر في 3. وفي متر في 3 عطيفه، ودي اهي والقطيفه دي متر في 3 بكام برضه؟ 300. حلوه برضه موديلها حلوه قوي. بصوا يا جماعه كل واحد بقى على حسب امكانياته. تمام، هتلاقي ان شاء الله. وهنا زي ما بقول ارخص مكان هنا هو في اسكندريه لبيع اي حاجه بصراحه، اللي هي الساعه كرموز مشهوره طبعا هنا. ادي زي ما حضراتكم شايفين، بصوا ادي موديلات الكفرات، ودي المقاس الصغير. والمقاس الصغير بقى بكام؟ ده اللي هو 50 اللي هو متر ونص في مترين. بصوا يا جماعه اهي، بصوا انا عايزه حضراتكم بس تبصوا على التقفيل ديت، وهي مفروشه مستحيل اي حد يفرقها عن السجاده. هي كلها بدل سجادة. ايوه هي سجاده، هي شكلها هي سجاده اصلا. بصوا خامتها تخينه، بصوا وظهرها زي ما قلت. بصوا نضيف ازاي، بصوا الالوان اهي، بسم الله ما شاء الله. يعني عايزه زي ما بقول تجددي في بيتك، حلوه قوي طبعا بالنسبه ان شاء الله العيد الصغير او عيد الفطر، او عايزه تجيبي هديه لماما برده حاجه كويسه قوي في عيد الام، او لحماتك برده حلوه جدا وشيك. بصوا كل الالوان. بما ان بقى في الدفايات، احنا نشوف الدفايات بالمره بقى. وكام بقى الدفايه دي بتاعت السرير؟ كام؟ 120. عشان احنا تقريبا اخر الموسم، اخر الصيف، اخر الشتاء. ب 120. طب انا عايزه اشكر حضرتك قدام كل سنه.